اليوم غادي نديرو ريفيو ديال الجوبرو الهيرو 10، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم الخوت على قناتكم MTBM. كيف ما كتعرفوا فرفيت لايح لكم الريفيو ديال الجوبرو الويت، وفي الأسبوع الماضي لحت لكم الريفيو والأنبوكسين ديال الجوبرو الناف، وهذه الحلقة هذه إن شاء الله غادي نأنبوكسي الجوبرو الديس وغادي نقارنوها مع الجوبرو الناف اللي كانت قدم منها. الناف 4500 ديس ديس كتبقى ب 5700 درهم. 5700 فالكرتونه ديالها كتجي بهذه الطريقه، هذه كتشبه تماما الكرتونه ديال الجوبرو 9 كيف ما شفنا اخر مره. غادي تلاحظوا بانه فيها 5K 60 فريم بير سكند و 4K 120 فريم بير سكند. الا قارناها مع الجوبرو 9 فراه 5K 30 ماشي 60 القديمه، و الجوبرو 9 فيها 4K 60 ماشي 4K 120. بالنسبه للايبر سموث ديال ستابيليزاسيون فراه فيها لا فيرسيون 4 زايده شويه على ديال 9 وعلى ديال 8 بطبيعه الحال، و لو غيست تقريبا راه بحال بحال، ما كاينش شي فرق كبير. وبالنسبه للاكسسوار اللي كيجيو معاها فراه هما هادو، كاين البطاريه، كاين هاد السوبور بالفيس ديالو، وكاين هذا السوبور اللي معوج كيرف ديال الكاسك والكابل والبواطه اللي هي هذه. فغادي نبداو نحلوها الاخوان باش تعرفوا الاخوان بان الجوبرو مازال مسدوده بالغارونتي ديالها. هي هاد العيبه هذه اللي كتكون هنا كتكون ما محلولاش، حيت ما كاين حتى طريقه باش تحل، ما يمكنش تحل من هنا، ما يمكنش تجبد البواطه، فالحل الوحيد هو من الاسفل وكتحل بهذه الطريقه هذه. بسم الله. غادي تلاحظوا بانها كيجيو معها المانيوال، هذا المانيوال ديطايي، وهذا استعمال سريع، يعني كيفاش تشارجيها كيفاش تحلها، منين تيليشارجي لابليكاسيون تسكاني الكود يو ار، منين كتشعل فيه كدير الكارت ميموار الى اخره. ومعاه بيان سور لي ستيكر اللي باغي يديرهم في الكاسك مثلا، ولا في الكيدون ديال البيكالا الى اخره. هذاك السوبور اللي معوج راه مصاوبينو خصيصا للكاسك، حيت الكاسك كيكون دائري فكيجي فيه مزيان. غادي نجبدو هاد العيبة هادي، غنحيدو علينا هادشي من قدامنا. غنشوفو لي زاكسيسوار اللي معاها بالزربة، كابل ديال الشحن، نفس لي زاكسيسوار اللي جاو مع الويت واللي جاو مع الناف. السوبورا كيرف ديال الكاسك معوجة شي شوية باش تلصق على الكاسك مخيرة. هاد الفيس هذا اللي كيليق هاد السوبور هذا، و البطارية ديال الناف والديس راه كنظن بحال بحال، غنعرفوها من لاكاباسيتي. فحتى هي 1720، يعني البطارية ديال الديس و الناف بحال بحال، ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. و غادي نجبدو الكوبرو ديالنا الديس. بالنسبه للجوبرو ديس حتى هي عندها لا لونتي كتحيد بحالها بحال الناف. الويت عندها لا لونتي ما كتحيدش، يعني الا تهرسات كيخصك تبدل هذا الماسك القدامي كامل. حتى هي بيان سور عندها لي سوبور انتغري ديال لا فيكساسيون بحال الناف والديس. غادي نقارنوها مع الناف نشوفوا لا طاي واش بحال بحال. فبالنسبه للارتفاع بحال 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 قد، وبالنسبه للبيسر بحال بحال، يعني ما كاينش شي فرق كبير ما بيناتهم. عندك هادي 9 وهادي 10، وهما بجوجهم كبر من الويت شي شويه، غتبان لكم بان الويت صغير عليهم ورقيقه عليهم بيان سور. غادي نديرو لها الاخوان واحد الباتري ديالها او شي كارت ميموار بوغ لا تيستي. ان شاء الله راه غناخذ لها واحد 512 جيجا. دابا ندير لها هادي عندي صغيره باش نجرب. اول ديماراج غالبا غادي يطلب مني لا لونغ اللغه. المهم الاخوان بعد ما شعلت الكاميرا فراه دخلت لا لونغ والساعه، دخلت غير التوقيت على الله وصافي.
حتى غادي نكونكت على الانترنت وندير لها لا ميزاجور بيان سور. كذلك غنوريكم بسرعه لي ريغلاج اللي فيها، فراه هنا لي كوموند فوكو يعني نقدروا نتكلموا معاها تبدا تصور الى اخره. هادو لي جريد، لي جريد باش كتعرف الصوره واش مكادره، هذوك الخطوط اللي كيبانوا بحال هكا في الاكرون. من هنا كنقدروا نكونكتوها مع التليفون الى اخره، مهم ما علينا. من التحت الى طلعنا كنلقاو لي ميديا، الى صورنا مثلا شي لقطه كنلقاو الميديا، غنصورو مثلا فيديو صغير. الفيديو كيتصور، غادي تطفى دابا الاخوان فيها 1%. ها هي لا فيديو تري بيان. و بيان سور الى بغينا ندخلو لي ريغلاج ديال الجو برو، من هنا بريفيرنس كاين لي زافيشور لورينتاسيون نقدروا ندوروها. المهم كاين بزاف لي ريغلاج، الا بغيتو فيديو خاص بلي ريغلاج راه نديرو لكم. هاد الفيديو هذا راه فيه انبوكسين وتيست على ارض الواقع في الغابه. المهم غادي نخليكم الاخوان مع هاد لي سيكونس فيديو اللي غادي نصورهم بالجو برو ببليزيور مود ديفيرون. كذلك غادي ندير لكم تايم لاب، وغادي ندير لكم كذلك دي فوتو تشوفوا لا كاليتي ديال التصاور كي دايره. كيف ما كتشوفوا الخوت هنا، هاد البلاصه هادي فيها الضوء، هاد البلاصه مظلمه. انا غنجرب لكم كات فوتو. الفوتو الاولى بالاش دي ار ديزاكتيفي، راهو الثانيه ستوندار، الثالثه اش دي ار اكتيفي، والرابعه سوبر فوتو. سوبر فوتو هو اللي كيختار لك لو مود على حساب الكليراج اللي كتشوف الجو برو. يعني غالبا في هذه الحاله هذه حتى الظلمه وهنا الضوء غادي تاكتيفي الاش دي ار اوتوماتيكمون. في هذه الحاله هذه الاخوان غادي ناكتيفي لكم تايم راب، حيت تقريبا كيعطي النتيجه بحال التايم لابس، ولكن التايم لابس كيبغى الكاميرا تكون ستيدي محطوطه في شي تريبي، حيت التايم راب باش زايد على التايم لابس انه كيستابيليزي لك الفوتاج، يعني التصاور المتقطعين كوميم كيستابيليزيهم باش تبان، باش يبان الفيديو سموت. انا غنوريكم دابا لقطه بتايم لابس وانا كنتمشى، ولقطه بتايم راب وانا كنتمشى. هذا تيست ديال الصوت بالجو برو الهيرو 10. تيست 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 1 2 3 تيست ديال الستابيليزاسيون، ناكتيفي الايبر سموث في الماكسيموم ديالو بوست. غادي تلاحظوا بانه كينقص شويه من التصويره من اليمين ومن اليسار ومن الفوق ومن التحت باش كيعطي ستابيليزاسيون مخيره. ودابا تيست ديال الستابيليزاسيون البوست مديزاكتيفي ولكن اون ستوندار، يعني ستابيليزاسيون عاديه. غادي تبان لكم شويه بلوس دو فيبراسيون ولكن غادي تبان الصوره كبيره اكثر في الجناب. ودابا تيست ديال ستابيليزاسيون بالايبير سموث ديزاكتيفي في خطره كومبليتمون، غادي تبان لكم الصوره فيها لي فيبراسيون بزاف، وهنا عاد تعرفوا الفرق والدور ديال الايبير سموث. وهاد الفيديوهات هادو كاملين راه مصورين ب 4K 60 فريم بار سكوند، يعني 60 صوره في الثانيه، ولا لارجور ديال لالونتي سوبر فيو الماكسيموم. الجو برو 9 والويت 240 فريم بير سكند ما كيفوتوش فيها الفول اتش دي، الوغ كو الجو برو 10 كتوصل 2.7 كا. ولا نوفوتي مع الجو برو 10 اوسي هي انها كتصور 120 فريم بير سكند بال 4K. نجربوها دابا ونشوفوها كي دايره. وهذا دابا راه فيديو ب 4K 4K و 120 فريم بير سكند، نشوفوا السلو موشن ديالو كي داير. الفيديو ديالنا الاخوان غادي يسالي هنا، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم بزاف، و الى عجبكم بحال هذه النوعيه ديال هذه الفيديوهات هادو ما تنساوش لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاخوان ديالكم اللي انتريسي بالجو برو. وغادي نزيدكم ان شاء الله بزاف الفيديوهات بحال هادشي اللي فيهم دي زامبوكسين ديال دي برودوي جداد يلاه خرجوا للسوق. والى اللقاء في حلقه قادمه ومع السلامه.